مع تعليق استاذ محمد سويد مستشار وزير التموين. برحب بحضرتك معانا مره تانية يا استاذ محمد، وعايزه اعرف رايك ايه في اللي قاله سياده اللواء عاطف يعقوب، وهو يعني ضد كمان موضوع التسعيره لكن في سلع استراتيجيه حدد سعرها، وقال انه اتيح التنافسيه وازود، ودي النقطه بقى اللي هي دور وزاره التموين اللي عايزه اناقش حضرتك فيها، يكون في سوق للتجزئه وسوق للجمله في كل مركز في كل حي. طيب خليني ابدا الاول باني يعني اوجه الاول تهنئه لاخواتنا الاخوات ولينا كلنا كمصريين بعياد الربيع وبعيد ال كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. المسيحيين. احب اقول لحضرتك انه وزاره التموين لاول مره، وانا بقول لحضرتك، سبقت بخطوتين في كل ما يقال وكل ما قيل منذ شهر على الاقل. يعني احنا الوزاره تم تغييرها منذ شهر تقريبا، او التعديل الوزاري. أيوة. انا بتكلم يعني انا هخلي الحكم تقرير الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء عن التضخم في شهر مارس لاول مره، انه تقرير هذا الشهر اللي هو بيصدر من جهه مستقله بيقول انه هناك انخفاض فقط في ثلاث سلع، انخفاض في اسعار هي السكر والارز والدقيق. لو حضرتك يمكن احنا على مدار الاربع او خمس شهور اللي فاتوا كل تقرير كان بيطلع صادم عن التقرير الثاني، لانه كله بيبقى فيه زيادات في الاسعار. ليه الثلاث سلع دول بالذات تم خفض اسعارهم؟ لانه وزاره التموين اشتغلت على خطه قصيره المدى، اللي هي رقم واحد تامين وصول لاحتياجات السلع التموينيه لكل مواطن في مصر. انا بكلم حضرتك النهارده بعد شهر من قصه بداناها، لما قلنا انه لازم كل واحد ياخد تموينه من الزيت والسكر والارز اذا اراد. وعندما حدث ذلك، وانا بكلم حضرتك النهارده على نسبه حصول على السلع التموينيه عن شهر مارس تصل الى 80 و90% و100% في بعض المحافظات، قدرنا نعرف من خلال قاعده البيانات الالكترونيه اللي هي البطاقات الذكيه ان هم حصلوا على يعني 90% من المواطنين في محافظات حصلت على الزيت والسكر بتاعهم. واخد بال حضرتك؟ وبالتالي احنا قدام مواطن اصبح بالنسبه له السلعه الاساسيه استطاع ان يحصل عليها دون ان يكون عرضه للمغالاه، يبقى ده وفر في السوق. طيب خلينا نقول القرار الثاني اللي هو متعلق بالتسعيره، هل هي جبريه ولا ليست جبريه؟ وده كلام محسوم ومقتول بحثا بين اساتذه الاقتصاد، وانا حتى في المقدمه اللي حضرتك قلتيها كانت اعتقد وافيه ولا داعي لتكرارها في مساله انه احنا في سوق حر. ايوه احنا في سوق حر، ولكن يجب الا يكون السوق الحر ده متروك على يعني مصراعيه فيضار الفقير او محدود الدخل. طب كيف نحمي هؤلاء؟ تم بالفعل اتخاذ قرار وزاري بانه ابتداء من 31/5 هيكون ملزم، يعني المنتج ملتزم بانه يكتب سعر يعني سعر البيع على العبوه نفسها من 1/5. وبالتالي احنا كنا من 31/5 هو القرار كان هيتطبق من 15/4. ما هو حصل فيه مقاومه وقلنا اتلغى، ولكن لا ما مش وتراجعت الحكومه. هقول لك جالنا الغرف التجاريه وقعدوا معانا وقدموا مبرر منطقي، قالوا انه التجار والسلاسل التجاريه لديها مخزون من السلع المعبأ في عبوات غير مكتوب عليها السعر، فاحنا مش هنقدر نفضل العبوات دي خاصه في السلع الاساسيه زي زيت وسكر عشان نعبيها في عبوات ثانيه مكتوب عليها، وبالتالي احنا مش بنعمل المستحيل، احنا بالعكس احنا عايزين نساعدهم ان هم يكسبوا وهم يساعدونا ان احنا نوفر للناس، وبالتالي هيطبق من 31/5 لمده شهر. ليه؟ علشان مع بدايه تعبئه المنتج الجديد اللي هو هينزل السوق هيكون السعر موجود على بوه. ليه السعر موجود على بوه؟ ودي نقطه مهمه، لان كلنا كنا بنعاني من طاقات التداول اللي هو كيس السكر اصلا بمقداره ب 10 جنيه، عملنا من تاجر لتاجر لبياع لبياع جمله لنص جمله بيوصل ل 15 17، انما لو طلق لو خرج من المصنع ب 10 جنيه ونص وهو مكتوب عليه ذلك، فالكل هيبقى ملتزم بهامش ربح لا مغالاه فيه، وده ان شاء الله بيوعد بتطبيقه. النقطه الثانيه اللي تطرق اليها سياده اللواء عاطف كانت تتعلق بي الاسواق الجمله والنص جمله. صحيح. تمام؟ وهذه خطه تم بالفعل التحرك عليها مع جهاز تنميه التجاره، في بيان صحفي صادر النهارده عن وزاره التموين والتجاره. احنا كنا النهارده في زياره لاحد سلاسل كارفور، لان احنا كنا بنطمن السيد الوزير كنا الصبح في احد السلاسل
بنطمن على وجود الاسعار السلع ووقفتها حتى في القطاع. طيب في خطتكم هتقدروا تعملوا كام سوق للتجزئه وللجمله؟ كام وفين؟ بالفعل يا فندم، بالفعل تم عرض المخطط المبدئي في بعض المحافظات انه هو هيكون هناك مناطق للتخزين وللتخزين السلع في كل محافظه، يعني في كل محافظه هيبقى في منطقه لوجستيه بتخزن فيها السلع، بيتعمل فيها ثلاجات كبيره بتخزن فيها كميات من اللحوم والاسماك والدواجن، بيتعمل فيها ثلاجات تحفظ الخضر، لان احنا عندنا كمان في الخضر والفاكهه تحديدا نسبه الفاقد بتؤدي الى ارتفاع سعر المنتج، يعني ممكن عشان انقل الطماطم من سوهاج اجيبها من القاهره 40% فاقد، وبالتالي ده بيحمله التاجر على المستهلك. ده احنا اتفقنا ان خلينا يا استاذ محمد وفي كل مدينه، في كل مدينه هيبقى في منطقه بنصف الجمله، وبالتالي ستكون هناك اسواق منضبطه ومنتظمه يسهل الرقابه عليها، لان يعني انا دلوقتي بعاني من ان السوق عشوائيه، اذا بدات اراقب هلاقي انه انا مش عارف اراقب على مين. وده انا بقول لحضرتك انه خلال شهر ونص هيتم اقرار هذا المخطط، وكانت النهارده دعوه من الوزير للمستثمرين المصريين والعرب للدخول يشتغلوا عليه المناطق والشغل عليه. طيب انا بشكرك ونتمنى كل الاجراءات والخطوات اللي حضرتك شرحتها يعني تحصل ويكون ليها واقع على الارض و